كل الأحوال نبدأ حلقتنا مع حضراتكم النهاردة بالإعلان عن نتيجة التصويت، تصويت الجماهير طبعا في ماتش الأهلي والبنك الأهلي. الجماهير طبعا اختارت أفضل ثلاث لاعبين، والمنافسة الحقيقة كانت بين خمسة من لاعيبة الأهلي هم اللي تقاسموا أصوات الجماهير. الخمس أسماء كانوا علي معلول، أيمن أشرف، أليو ديانج، بدر بنون، وحمدي فتحي. دول أكتر خمس لاعبين في النادي الأهلي اللي حصلوا على أكتر عدد من أصوات الجماهير. لكن المنافسة في النهاية اتحسمت كالآتي: في المركز الأول جه السلطان بدر بنون، المركز الثاني كان من نصيب طبعا أيمن أشرف، والمركز الثالث كان من نصيب ديانج. طيب بكده بعد فوز بنون بالمركز الأول، أيمن أشرف بالمركز الثاني، وديانج بالمركز الثالث، بيتغير جدول الترتيب العام في مشوار الحصول على أفضل لاعب للنادي الأهلي موسم 2021. وخلينا أقول لحضراتكم ونستعرض معاكم الجدول في الترتيب الجديد. طيب. في المركز الأول كهربا عدد نقط 8، والمركز الثاني علي معلول برضو 8 نقط، بدر بنون قدر أنه يطلع يكون في المركز الثالث بسبع نقط، وبعديه على طول وليد سليمان اللي تأخر مركز وبقى 6 نقط، وبعديه إليو ديانج 6 نقط. بالظبط، أيمن أشرف بيتقدم في الترتيب وبعد حصوله على 4 نقاط، وبيظل محمد شريف هو اللاعب الوحيد برصيد 3 نقاط، بيليه عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حمدي فتحي، أفشة وأكرم توفيق برصيد نقطتين لكل لاعب. في انتظار طبعا تصويت حضراتكم بفكركم على صفحاتنا على السوشيال ميديا أفضل 3 لاعبين من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي في مباراة المقاولين الأخيرة. وأعتقد أنه السؤال ده إجابته هتكون فيها حيرة شوية.